بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. الإنسان بين الألم والأمل والعمل والأجل. نبدأ المحطة الأولى هي الألم. الألم حاجة توجع، قلنا الإنسان بين الألم والأمل والعمل والأجل، أربع محطات. الألم ما انتهى، ربي عطانا الألم، كل واحد ونوجه. دوك هنا اللي كنا نستشفوا بعضنا البعض، واحد يقول لك عندي راسي وجاني، واحد يقول لك ظهري، واحد يقول لك عندي تجارة خاسرة، واحد يقول لك عندي طوموبيل خاسرة، واحد يقول لك الدار معمره بالمرضى، طايح كثر من ناير، هذا كله ألم. والألم متنوع، ما كانش ألم معين، كل واحد باش جربوا ربي سبحانه. لذلك هنا يأتي الإيمان بالقضاء والقدر، نقولوا مرحبا باللي أعطى الله، هذا هو الإيمان. ما فيش واحد يتقلق، خاطر ممكن واحد منا يمرض يقول يا ربي جربني باش حبيت، ولكن المرض ما نحبوش. ايه ما نحبوش كاع المرض، من بعد نقولوا مرحبا باللي أعطى الله. كاش واحد استشير لم يستشر احد، ما عندناش بطاقة الرغبات، فيش دوفو قال اكتب واش حبيت، ما كاش. معناها ربي جربنا بالشيء اللي بغاه هو، ماشي بالشيء اللي بغينا. يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء، يبتلينا متى شاء لا متى نشاء، يبتلينا كيف ما شاء لا كيف ما نشاء. ثلاث قواعد تعلمنا حسن التعامل مع القضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. اتفقنا؟ الدليل موجود في القرآن. نقرا مثلا في سورة البقرة الآية 155 والآية 156، واش يقول رب سبحانه؟ ولنبلونكم، إذن ربي أعطانا الأخبار، قال نجربكم، ولنبلونكم بشيء، شوية بركة، من الخوف. وعلى بالكم مع كورونا شكون ما خافش؟ كاع خايفين، الدنيا كاملة، يعني الكرة الأرضية خائفة، ما كانش اللي ماشي خايف، ولا داخل الدار هذا خايف من هذا، وقيلا أنت عندك وقيلا، ولكن هذا اللي بغى ربي يرفعها رفعها، رفعها والحمد لله. إذا ربنا جل جلاله يبتلينا بما يشاء، وقال بشيء من الخوف، وفعلا هو شيء شوية مش بزاف، خاطر لو كان بغى ربي ما يرفعش هذه البلا ما يرفعهاش، ولكن النهار اللي بغى راحت، ان شاء الله ما توليش كي هي كي خواتاتها وكاع هذوك ولاد عمها كاع الفيروسات. فقط اشاره باش نفهموا باللي جند من جنود الله. ربي قال وما يعلم جنود ربك الا هو، خلاص هذا جند من جنود الله. يلا قال ويبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبعدين ربي ختمها في الايه 156 من سوره البقره، وبشر الصابرين. بسم الله ما شاء الله. شوف المؤمن حينما يستقبل القضاء والقدر استقبالا جميلا يتناغم مع القضاء والقدر. ربي قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأهل الصبر زاد عطاهم ربي نعمة أخرى، واش قال؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله يا خوتي غير الآية هذه برك يقراها الإنسان المصاب، والمصيبة كيفاش تنزل الله أعلم. الإمام الشافعي الله يرضى عليه قال دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا
إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء إلى أن يقول فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء كتح المصيبة وين تهرب السماء للأرض وين تروح كل شيء في يد ربي ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء إلى أن يقول وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء أرض ربي واسعة ولكن كتح المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله باش يقبلها الإنسان يقبلها استقبال جيد يقول مرحبا بلي أعطى الله خطر وعنده أجر كبير وهذه مسألة مهمة جدا خطر المصيبة كتح إذا واحد ما صبرش واش يربح هاو ما صبرش المصيبة جاية جاية إذا كان ما صبرش ما عندوش الأجر ضيع الأجر وضياع الأجر مصيبة أكبر خطر رحمي الحسنات رحيله والآخر هذاك اللي صبر عنده أجر قال لك مي درزا المصيبة ويصبر ويقبر اللي صابر يدي الأجر ولا لما رجع الإمام الشافعي هذا الناس نتاع بكري حاجة كبيرة بزاف تعرف واش قال لهم قالوا الصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب شغل وصفة طبية أوردونونس هو قالها قال والصبر في النائبات صعب ويعرف باش واحد يصبر يقابل المصيبة ولكن قال لك المصيبة اللي كثير كبيرة أكثر قال لك ولكن فوات الثواب أصعب اللي راح تلو اللي راح من أجر تلك مصيبة أكبر نسأل الله أن نكون من الصابرين إذن عرفنا يا خوتي بأن الألم كل واحد واش صح له في هذه الحياة باش نكونوا صابرين وعلى بني الحياة قصيرة ولو طالت يلي عنده ألم يلي نزلت عليه مصيبة ولا خسارة ما يلزمش يخسر الأخيرة نتاعو كلنا إلى ذلك المصير كلنا إلى ذلك المصير إن شاء الله ربي يصبرنا ويثبت الأجر نتاعنا وربي وعد ووعده الحق قال بغير حساب وهذه الآية في حد ذاتها تزرع الأمل خلينا نضرب الألم نروح للمحطة الثانية الأمل وش معنى الأمل معناه أن الإنسان ما ييأسش ضد اليأس معنى دائما يطمع في ربي كما قال ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم قال إلهي متى قطعت العطاء لكي نقطع الرجاء إلهي متى قطعت العطاء لكي نطمع في سواك هذا المؤمن دائما عنده الأمل في ربي سبحانه الفلاح علاش يقول كمية نتاع الفلاحين الفلاح يزرع ويحرث وما كانش كان العوام ما كان ولو ولكن ذاك الفلاح لا ييأس يقول أنا درت اللي عليا زرعت وحرثت ربي هو اللي ينزل المطر ربي هو اللي ينبت النعمة القمح والشعير لا ييأس من روح الله أنا حضرت والناس بكري يقول لك يا ربي أعطينا النية نتاع الفلاحين الفلاح معلم كي يروح يزرع كاع الافواه مفتوحه ماشي غير العائله نتاعو العائله والجيران والفقراء والطيور والحيوانات كاع ياكلوا الجهد نتاع الفلاح كاين وين العام ما كانش الصابه الله غالب ولكن دائما عنده النيه العام الجاي يرجع يزرع ويحرث ويتكل على ربي اذا نحن امرنا باتخاذ الأسباب
والتوكل على مسبب الأسباب جل جلاله، هذا الذي يزرع فينا الأمل. معليش نقول لكم برك حكاية صغيرة، سيدنا يوسف تعرفوا كاع القصة تاع سيدنا يوسف، كل واحد منكم يتصور سيدنا يعقوب، ولادو جاوا العشية قالوا له يوسف كلاه الذيب، وجابوا له دليل الإثبات، جابوا الدم في القميص نتاع يوسف، وشكون جاب الشهادة؟ خاوته ولاد يعقوب. هي المفروض ييأس، ولكن السؤال هل يئس سيدنا يعقوب؟ يا اخي تقراوا كامل سورة يوسف في الآية 18، كي جاوا ولادو يبكيوا العشية، تعرفوا الحكاية، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا، يبكي والبكاء ماشي نتاع الصحة، يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب إلى آخره. بعدين واش قال لهم؟ كيما يحكي القرآن، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، كيما يقولوا بالدرجة، لقيتها الكبدة نتاعو، أوا الخبر هذا ماهوش صحيح. قالوا فصبر جميل، شد في صبر في ربي سبحانه، والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نخليوا هذه الآية، الآية 18، نروحوا الآية 83 في الصورة نفسها. واش نلقاو؟ على لسان يعقوب جمع ولاده، درك راحوا في زوجة، زاد بنيامين، الحكاية معروفة، ولادو هذوك قال لهم، وصاهم باش يعلمنا الأمل، قالوا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. بعد الآية الأخرى واش قال فيها ربي سبحانه؟ فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، هذه هي الآية 83، الآية 83 هي هذه، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أهدر على الصبر، وزاد عنده الأمل في الله عز وجل باش يرجع أولاده في زوج، أرجعوا في زوج، والقصة معروفة. واش حبيت نقول من خلال هذا الشاهد، هذه الآيات، باش نقولوا باللي مهما كان الألم اللي نعيشوه لازم نصبروا، ولازم يكون عندنا الأمل. الجميع اللي مريض يداوي ويشد في ربي، يكون عنده الأمل لا ييأس. زيد هاو الآية واضحة، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، ما تخليوش اليأس يدخل لقلوبكم. اللي عنده مرض يداوي ولا ييأس من رحمة الله، اللي دار تجارة خسر ما يلزمش ييأس، اللي ما عندوش أولاد ما رزقوش ربي ما يلزمش ييأس، اللي قرأ وخسر ما يلزمش ييأس، لازم يكون عنده همة عالية. صاحب صيد الخاطر ابن الجوزي اهدر على الموضوع هذا من روائع ما قال، اتكلم في الصفحة 17 على علو الهمة باش تقابل كل هموم، والصفحة 143 تحدث على علو الهمم يعني بطريقة جماعية، الصفحة 220 دار عنوان جميل نحو ترشيد الهمم، خطر هذه الهمم العالية تحتاج إلى ترشيد. لماذا؟ لتحقيق المقاصد والغايات. إذن سيدنا يعقوب علمنا الأمل، من يأسوش، هاي المحطة الثانية، ألم أمل عمل، العمل لازم الخدمة، ما يجيش واحد يقول كان عندي الأمل ونريح، لا لا، دير كيما دار الفلاح، روح أخدم
ازرع احرث وربي سبحانه هو الذي امر السماء فامطرت وامر الارض فانبتت. خلاص ربي هو اللي يدير شغله، حنا نديروا شغلنا برك وما ندخلوش بلا لا نتجاوز الحدود، كل حاجه عندها حدود. اذا لازم نخدموا، لازم نخدموا كل واحد في مجاله، الفلاح يخدم والتاجر يخدم والمعلم يخدم، كل واحد والفلاح والطبيب والميكانيكي والسباك الى اخره. العمل عندنا شويه عوام، شحال نعيشوا في الدنيا لا شيء، والله غير الحياه اقصر من ان نقصرها. يلي عايش 60 70 100 عادي، سريعه جدا. اذا لابد ان نعمر حياتنا بالعمل، والعمل لزوجة للآخرة والدنيا. ربي قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابدأ بها وبعدين قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. علاه؟ خط الآخرة هي الصح، يعني هي حياة أبدية. الحياة هذه لا لا، هذه سريعة، حياة زائلة مليحة، ماشي مليحة بزاف الدنيا، ولكن يا سعد اللي يعمرها بالطاعات والقربات والباقيات الصالحات، جميلة جدا. علاش قلت قبيلة كي تصليوا على واحد وما صلاش تحزن ولا لا؟ لا تقول الله أكبر، اللي قدامك ما عندوش ركعة في حياته. ربي يهدينا برك باش الإنسان ما يستهزاش، هذه الأمور ما فيهاش كلام. ربي سبحانه يدير كل هذه العبادات الإنسان وبعدين يتكل على ربي سبحانه، وربي غفور رحيم، الرحمة تاعو وسعت كل شيء. ولكن ما ننساش كما قال ابن عطاء الله السكندري مرة أخرى، قال لك لا كبيرة إذا قابلك فضله ولا صغيرة إذا قابلك عدله. أو الميزان نتاع ربي، بدا بالفضل نتاع ربي ما نخافوش، مهما كانت الآثام اللي يديرها الإنسان ربي غفور رحيم. ولكن أيضا ما ننساش باللي سبحانه عادل. يلا اذا فهمنا بالعمل نخدموا. نروح مباشره لبعض الايات، مثلا ربي قال في سوره التوبه الايه 105 واش قال؟ وقل اعملوا، خدموا للدنيا والاخره، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. والله غير آية واحدة تكفي فيها كلش. ثلاث مرات ربي يهضر على الخدمة، خدموا خدموا خدموا، واللي تخدموها ربي على باله يعلم السر وأخفى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. أول من تعرض عليه أعمالنا ربي سبحانه جل جلاله. نسأل الله القبول، والإنسان يدير واش قدر برك، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتعرفوا حتى في الصلاة مثلا اللي ما قدرش يصلي واقف، لأن القيام في حق القادر عليه ركن فرض، ولكن اللي مش قادر يصلي فوق الكرسي فوق المطرح، إلا ما قدرش يصلي مستلقي على ظهره الجنب الأيمن الجنب الأيسر، المهم يصلي. ما يقدرش يتوضأ، سهلة التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا، كل شيء سهل. راحت له القبلة، داروا له السيروم في السبيطر، القبلة ما على بالوش ولا ما يقدرش يروح ليها، عادي صلي وين حبيت. راك في الطيارة صلي فوق الكرسي عادي، المهم ركزت على هذه. خطر الصلاة يا خوتي هي الأولى اللي نتحاسبوا عليها يعني في الآخرة. أخيرا الآن نروح إلى المحطة الأخيرة وهي الأجل. خلاص وتنتهي أعمالنا بوصول أجالنا. ربي قال ولكل أجل كتاب، ما كاينش لي واحد مستثنى. وربي قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. معنى الموت كتبها ربي سبحانه علينا جميعا. علاش يقول في سورة قاف الآية 19
ربي قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. علاش هي حق؟ خاطر لا تقبل الاحتمالات ولا لا لا. أي واحد منا تقول فلان ممكن يسافر ممكن ما يسافرش، ممكن يحج ممكن ما يحجش، ممكن يدير الفلاحة ممكن ما يديرش. قول واش حبيت. ها ترى يجوز تقول فلان ممكن يموت وممكن ما يموتش؟ هذه لا لا، لا تقبل هذه الاحتمالات لا لا. بين فلان قد يموت وقد يموت، إذن سيموت، انتهى الأمر. فهي حق، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ما دام الأجل موجود هو النهاية، هي أربع محطات. والآيات كثيرة، منها آخر ما أنزل في القرآن الكريم عند جمهرة العلماء هي الآية 281 من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحان الله، دوام. واتقوا يوما، لازم نخمموا على هذاك النهار اللي نروحوا كامل ليه، ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكأن الله يقول لنا إذا جربتم مرارة الظلم في الدنيا فلا تخافوا عند الله غير الخير، نسأل الله أن يكتب لنا حسن الخاتمة. إذن الإنسان بين الألم والأمل والعمل والأجل، فالحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل يفنيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. والآية الأخيرة من سورة الكهف الآية 110، رب قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. باش الطاعات والقربات والأعمال الصالحات والأعمال الخيرية اللي يديروها الناس، الخير مساعدة الفقراء والمساكين والمرضى وخدمة المجتمع وخدمة العلوم والإصلاح بين الناس، كل هذا يوم القيامة إن شاء الله نلقاوه كامل ينتظرنا جميعا. نسأل الله حسن الخاتمة. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.